بناء على معلومات مؤكدة تمكن أفراد فرقة أمن التحري للدرك الوطني بتيارت من توقيف شخص وحجز 4600 كيس من مادة تسمى الترشق المقلدة من مختلف الأنواع التي كانت موجهة للترويج على مستوى بلدية السوبر، أين تم رفع ضد الشخص الموقوف جنحة عرض وبيع مواد مغشوشة خاصة بتغذية الإنسان، جنحة حيازة منتوجات مصنعة بصفة غير شرعية، جنحة انعدام الفوترة. سيتم تسليم المحجوزات لمصالح أملاك الدولة. سيتم تقديم الشخص الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق. نذكر المواطنين بالرقم الأخضر 1055 للدرك الوطني وموقع الشكاوي المسبقة PPGN هو MDN.